ألف مبروك إكسترا أنصار. أحبك. أوكي إكسترا. تفضل يا أستاذ. الورق تمام التمام، بطاقة مية مية، شهادة ميلاد مية مية، دافع فيها دم قلبي. بتقول إيه حضرتك؟ دافع فيها دم قلبك؟ لا أقصد يعني إن أنا محتفظ بيها بقالي 20 سنة. أنت بتكلمني أنا؟ لا يا حبيبي لا. حضرتك العروسة؟ مش ليس يبدو عليا ولا إيه؟ تقصد تقول لك مش باين عليا ولا إيه؟ أصل هي اتكلمت عربي قريب قوي. أنت بتكلمني أنا؟ لا يا حبيبي. أنت العريس؟ أيوة أنا عتريس. اهو اهو اتفضل يا استاذ. سوزوكي بابي ليه؟ دموع كان بكتاب يا بنتي. هاتي لك يا عروسه. مين وكيلك يا عروسه؟ انا وكيلة ذاتي. تقول ان هي وكيلة نفسها يعني. هات ايدك يا عريس، هات ايدك. اللي فيها المغنيه ده ولا ده؟ سيدي سيدي الله احبك. ايه وايه 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 استنى انت وهو عندك مفيش جواز. وانت مين حضرتك يا هان؟ انا زهيره اخت الحناوي ومفيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. مش يمكن يختارها هي ويتجوزها؟ مش هو دي الوصيه يا استاذ يا محامي؟ ايوه. ويا فين بنتك يا ست زهيره؟ عايز اشوف بنتي من عينيا يا قلبي يا رضا. خش يا امك، خش يا قلب امك وريهم السمن البلد يا اختي. بيقول ايه وايه وايه وايه. سيدة سلامتك من قهي عينيا. اصلا اتخبطي في الدركسيون. بعد الشر عليك يا رحمان. اتخبطي في العسعوس. سلامة عسعوسك يا قلبي. العسعوس تايه في اللية، تايه في اللية خالص. سلامتك يا روحي، سلامتك. وسيني يا مامي. ادي يا روحي. الله، احلى حاجة حب الام لبنتها الحنونة لما بتكون زي غنونة. شايف؟ أيوة. هو أني واحد فيهم؟ واو، هو ده؟ هاي أنت، تعال أنا عايزك. أنت كركر؟ الله، طب مدام أنا معاها، أنا معاها. لا ده الحكاية اتلخبطت خالص. لما تبقوا تتفقوا على عروسة ابقوا كلموني.